العلماء في شرائح الحديث منهم مبارك فوري في تحت تحفة الأحوال الديرو بيقول السبعين خليف دولة لما تيجي ترمي حجر من مكان عالي لغاية ما يوصل سبعين سنة مع الحجر ده سبعين سنة. طب انت لو هترفعه لفوق هياخد وقت لكن تحت لا سبعين سنة هو بيترمي الحجر من فوق لتحت كل هذا بسبب اللسان.